اهلا بيكم. برضو من الأسئلة اللي بتتكرر كتير هي أسئلة إيه وأنا برضع إمتى، هل أقدر أصوم ولا ما أقدرش أصوم، وإيه برضو الحاجات اللي الستات اللي ينفع يصوموا واللي ممنوع يصوموا خالص. نفس الكلام طبعا لو هي برضو عندها أي أمراض مزمنة مع الحمل ما بنفضلش إنها تصوم، لكن لو هي ما عندهاش أمراض مزمنة مع الحمل ممكن تصوم وما فيش مشكلة في الصيام. هي في بريكوشنز بس لازم تعملها، أو يعني زي احتياطات لازم تعملها، إنها تشرب سوائل كتير جدا، لأن فترة الرضاعة بتبقى محتاجة أصلا عشان تكوين اللبن، هي محتاجة إنها جسمها يكون فيه سوائل كتير، زائد إن فترة الرضاعة دي بتبقى جسم بتاع المرأة بيكون قابل جدا لتكوين جلطات أكتر حتى من فترة الحمل. يعني فترة الحمل أوريدي بيبقى فيها الجسم معرض لأنه يحصل فيه جلطات، لكن فترة الرضاعة بتبقى الريسك ده أو الخطورة دي بتبقى أعلى بكتير في فترة الرضاعة. وبالتالي هنأكد على حتة مهمة جدا، ان في فترة الرضاعة لازم يكون لو قررت انها تصوم يبقى لازم تعوض جسمها بالسوائل. السوائل السوائل يعني ايه؟ اهم من الاكل. الاكل مش هو المفيد في الفترة دي خالص، لا هيساعدها على الرضاعة ولا هيساعدها في الصيام ولا هيحميها من مخاطر ان يجيلها جلطة. يعني السوائل لازم يكون بتشرب على الاقل من 10-12 كوباية فيها سوائل، سواء مية او يفضل طبعا مية او عصائر، لكن طبعا ما نحسبش الشاي والقهوة دول لان الشاي والقهوة دي حاجات مضرات للبول. فبالتالي اللي بنحسبه هي كل ما يدخل من سوائل ما عدا الحاجات اللي فيها كافيين او قهوة وشاي والحاجات دي، النسكافيه والقهوة والشاي. لكن السوائل التانية زي المية او العصائر دي بنحسبها هتحتاج من 10-12 كوب من بداية الفطار لحد السحور. طبعا هي ما تزنقش نفسها في السحور في ساعتين انها تشرب ده كله، طبعا بيبقى ايه useless. ليه؟ لانه او يعني عديم الفائده. لو انا قعدت شربت ازازه قبل الاذان بساعه ولا حاجه، مش الازازه دي هاخد جسمي هياخد اللي يكفيه ويروح منزل الباقي ايه كاخراج في البول، وبالتالي انا كده ما استفدتش. احنا بنبقى عايزين نشرب على مدار وقت، الوقت يعني نبدا نستغل الوقت بدل ما ناكل نقعد. طبعا هناكل ما قلناش حاجه، بس يبقى الشرب محطوط في كل الوقت ان بتوين الساعات من اول بدايه الفطار لحد السحور. فيبقى متقسم الميه تبقى او السوائل تبقى متقسمه على مدار الوقت ده كله.